مساء الخير يا حلوة. مساء. مساء الخير، أنا وسيم الطائر. مساء الخير. أهلين وسيم. تفضل. تفضل أخي كريم. تحياتي. أهلا وسهلا. زوجته نبيلة. تحياتي مدام. أهلا وسهلا. بنت أخي فاتي زوجها التاجر المعروف مالك الجورابار، أهم تاجر في البلد. ولو طبعا أشهر من أن يعرف. أهلا وسهلا. عادل زوج المرحومة ليلى، أهم محامي بالبلد. تحياتي أستاذ. أهلا وسهلا. مجدة من أوائل كلية التجارة، زوجها نجيب أهم فلكي بالبلد. تحياتي مدام. أهلا. تحياتي أستاذ. أهلا. شادية بنت أخي زوجها برهوم، أهم شاعر بالبلد. تحياتي. أهلا. أهلا. تحياتي. أهلا وسهلا. أتفضل. نادية بنت أخي أصغر واحدة من بنات أخي وأهم باحثة اجتماعية بالبلد. مايا. أهلا مايا. رامي. أهلا رامي. سوسو. أهلا سوسو. مازن جورابار. أهلا مازن. نارا. نارا أصغر بنت بالعائلة، بنت عادل. كيفك يا نارا؟ أهلا وسيم. عمو وسيم. أهلا مثل بعضها ولو. أستاذ كريم. نعم. بيشرفني اني اطلب ايد الانسه جميله من حضرتك. والله انا يعني ما عندي مانع، بس ما لازم ناخذ راي جميله بالاول. طبعا طبعا. جميله شو رايك؟ موافقه. مبروك ست جميلة. شو كريم ما في مبروك؟ مبروك. مبروك جميلة. تفضل. مبروك جميلة خانم. تفضل. شرفي. تفضلي لهون جميلة خانم. تفضلي. تفضل. نادية ضيفة حلوة. ايه يا معلم. حلياني. ميرسي. يوي بجنن ما هيك؟ ما بوشي. ما بوشي؟ اي مازن احلى منه. مازن. اهلا وسهلا. اسلموا اختي. شو عم بدك؟ اسلموا. تفضل عادل. لا ميرسي. تفضلي عمتي. شكرا. بجنن ما هيك. ايه استاذ وسيم، شو بتشتغلوا حضرتكم؟ اعمال حرة. بالتجارة يعني؟ هيك شيء. شو بالتاجر؟ بأي شيء بصح لي. أي شيء بصح لي؟ ما سمعت بهيك تجارة. شو بتقصد؟ يعني لساتني أول الطريق، لسا ما استقريت على شغلة محددة ارتاح لها وحسة محرزة. يعني لسا ما أمنت مستقبلها؟ عم أمن حالي، ومثل ما سبق وقلت لساتني بأول الطريق.